معناته حنبلش بشابتر 1. شايفين انا بلتزم بالسيلبس، بحط الاشياء اللي موجوده عندك في السيلبس باول سلايد دائما، انه انت مطلوب منك 3 سكشن 4 و5 و6 اللي هم اليونت اوف ميجرمنتس، الانسرتينيتي ان ميجرمنتس، والدايمنشنال اناليسيس. أول سكشن حنبلش فيه اللي هو الـ units of measurements. بدنا نبلش بالأشياء الثيوري. سكروا المايكس عندكم. بدنا نبلش بالأشياء الثيوري اللي هي شو هي الـ SI units اللي بدنا نستعملها. الـ SI إجت من System International Units، وهم 7 يونتس انا بدي احفظهم زي اسمي، انه هدول هم الاس اي يونتس. يعني الماس وحدته كيلوغرام، اللينث وحدته متر، التايم وحدته سكند، التمبريتشر وحدته كلفن، الاماونت اوف سبستنس وحدته مول، الكرنت وحدته امبير، والانتنسيتي وحدتها الكانديلا. أكيد بدكم تشوفوا بالامتحان واحدة من الأسئلة إنه what is the SI units for mass، أو حول اليونتس اللي موجودة عندك لـ SI unit. الشغلة الثانية اللي بدك تعرفها واللي لازم تعرفها قبل ما نبلش، اللي هم إحنا دائماً بنحكي على أشياء كبيرة وأشياء صغيرة. اللي بيشتغلوا مثلا في الأدوية بتطلعوا على الـ quantities اللي very small، واللي بيشتغلوا بالعمار بتطلعوا على بالأطنان. فأنا بدنا نتعلم كيف نقدر نحكي عن الأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة. فلازم في إشي اسمه الـ prefixes اللي أنا بدي كمان أعرفهم. يعني لما نحكي جيجا بعرف إنه الجيجا 10^9، لما بحكي ميجا 10^6، الكيلو 10^3، لما بحكي الفيمتو 10^-15، البيكو 10^-12. هدول بدي أحفظهم. مطلوب منك هذا جزء من اللي موجود عندك في الكتاب. مطلوب منك من 10^15 ل10^-15. لازم تكون حافظهم قبل ما نبلش حل أو قبل ما تيجي على الامتحان. السيستم بيعطيني إنه ضل 10 دقائق، بعد ال10 دقائق زي ما اتفقنا بتروحوا بتدخلوا على السيشن الثاني. خلينا ناخذ مثال. لما اجيت أباجي بتطلع لك ال10^-9 جرام، كيف بقدر أكتبها بطريقة ثانية؟ نانو جرام. لما باجي بقول 10^-6 سكند، مايكرو سكند. 10^-3 متر، ملي متر. هذا الجدول زي ما حكيت لك من 10^15 ل10^-15 بدك تكون حافظهم. السلايد مش محطوطين كلهم، بس بكتابك محطوطين كلهم. مثلا لما اقول لك شو البيكو سكند؟ 10^12. طبعا عملية التحويلات وكل شيء رح نتعلمها لما نوصل على السكشن الثالث الدايمنشنال اناليسيس، بس انا هذا مطلوب منك هلا انك تحفظ هدول الاشياء. حفظ 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 الاشياء اللي حفظ مطلوب منك انك تحفظها. كتابك مقسم بالكتاب، بتلاقي في عندك دائما شيء اسمه سامبل اكسرسايز وفي شيء براكتس اكسرسايز، وحلهم موجود كامل بالكتاب. انا هون ما بحط الحل لاني انا بدي اياك تحل معي بالكلاس، تحل معي بالبيت، وبعدين ترجع تقارن مع الحلول اللي موجوده عندك في الكتاب عشان تستفيد اكثر. طبعا احنا بالكلاس رح نتعود نحل السامبل اكسرسايز، وبتركك تحل في البيت البراكتس اكسرسايز عشان نخلص الماده في الوقت المحدد.
ولازم انت بس انت سؤال واحد ما بكفي، لازم تحل أسئلة كتير عشان الامتحان تجيب علامة كويسة وعلامة كاملة. دكتورة وإذا في مثلاً براكتس اكسرسايز ما عرفنا نحلهم؟ محطوط حلهم، كل إشي محطوط حله في كتابك، واللي ما بتعرفه أو ما فهمته إحنا المحاضرة اللي بعدها بتقولي دكتورة معلش نحل هذه لأني ما فهمت. أوكي تمام. أوكي البراكتس اكسرسايز بيعطيك الجواب النهائي له، السامبل اكسرسايز بحل لك ستيب باي ستيب. تمام تمام. أي إشي إحنا في المحاضرة بتكونوا مجهزين أسئلتكم، طول ما أنا بشوف الطلاب ما عم تسأل بفترض إنه الطالب فاهم كل المادة وما ما عنده إشي. طبعاً أجين التب الثاني اللي أنا دائماً بعطيها للطلاب إنه كمان جيبوا أسئلة سنوات سابقة وحلوا قبل الامتحان، لأنه هذا كتير بساعدكم إنكم تجيبوا الفول مارك، بتتعودوا على الأسئلة، بتتعودوا تحلوا كيف تيجي الطريقة. أنا بالمحاضرة بعطي كمان كويزز، الكويزز هي أسئلة سنوات سابقة بس كمان عشان أعودكم على ستايل الامتحانات. خلينا نيجي كمان من المعلومات اللي بدنا نعرفها، وحدة الفوليوم. إذا أنا قلت لك شو وحدة الفوليوم بالإس آي يونت؟ شو وحدة الفوليوم؟ متر مكعب. لأنه لما إحنا حطينا الجدول، الجدول ما فيه فوليوم، بس الجدول شو فيه؟ لينث. وحكينا لك اللينث بدك تحفظها متر. فأنا إذا بدي فوليوم، الفوليوم بعرف إنه طول في عرض بالارتفاع معناته متر في متر في متر معناته متر مكعب. حنعل أسئلة كتير بس هلأ بدنا نعرف المتر مكعب، بس برضو بدي أتخيل أنا وياكم قديش هو المتر مكعب. لو إيش تطلع أنت على سطح بيتكم بتلاقي إنه خزانات المي اللي موجودة في البيوت دائما بيقول اشترينا خزان حجمه متر أو حجمه مترين، صح؟ مش هيك بتسمعوا بتروحوا على السوق بدك الخزان متر ولا متر مترين؟ ما في إشي اسمه حجم متر، بس هو فيه متر مكعب أو مترين مكعب، وبتقدروا تتخيلوا حجمه لأنه أكيد ببيوتكم في هذا السايز أو هذا السايز. فأنا المتر المكعب هذا الخزان الكبير. خلينا نتخيل أنا وياك إنه هذا الخزان قسمته لألف كيوب وأخذت منه هذا الكيوب، هذا الكيوب هو عبارة عن اللتر اللي هي هذه الكومون يونت اللي أنا بستخدمها في الساينس وبالكيمستري وبتحضيراتنا وكل شيء اللي هي الليتر. معناته لو أجي أنا أسألك أنا شو العلاقة بين المتر مكعب واللتر؟ المتر مكعب هو عبارة عن الألف لتر. بس كمان بدي أحفظ إنه اللتر عبارة عن ديسيمتر مكعب، يعني هذا المكعب حجمه 1 سنتيمتر بكل سايد، 1 ديسيمتر بكل سايد. لو عملت نفس الحكي وأخذت هذا المكعب الكيوب وقسمته لألف، معناته أنا كل سايد فيهم 1 سنتيمتر اللي هو 1 سنتيمتر مكعب، هذا اللي اسمه 1 مليليتر. شو علاقة ال 1 لتر لل 1 مليليترز؟ شو العلاقة؟ دكتورة؟ يس اللي 1000 لتر 1000 مليليتر. ال 1000 يعني معناته انا عندي ال 1 متر مكعب عبارة عن 1000 لتر 1000 لتر، وعندي ويل 1 لتر عبارة عن 1000 مليلتر. مليلتر. برضو بدي أعرف أنا إنه اللتر عبارة عن ديسيمتر مكعب، وبدي أعرف إنه المليلتر عبارة عن سنتيمتر مكعب. واضح؟
هاي الأشياء بدنا نحفظها، ما بتنعطى إلك في الامتحان. لازم تكون عارف إنه المتر مكعب أكبر إشي، بعدين اللتر، بعدين المليلتر، الفرق بيناتهم ألف ألف ألف. دكتورة؟ يس. ممكن تعيدي الجدول؟ clear all. أوكي. الجدول؟ أي جدول؟ صراحة هدول وحدات يعني متخربط فيهم كتير. هدول حفظ. هلا بدي أرجع لك للجدول وأقول لك إنه هدول الوحدات مش لخبطة، بدك تحفظهم. إنه هيك طبيعي هسا إحنا يعني مش عارفين إشي؟ طبعاً طبيعي، ولا بتوقعك تعرف هلا، لأنك هذا بدك تروح هلا بس تخلص المحاضرة تحفظ لي إياهم. الجيجا 10^9، الميجا 10^6، الكيلو 10^3. هدول بدك تحفظهم قبل محاضرة المرة الجاي. طب دكتورة؟ يس. أنت حكيتي لنا إنه بالكتاب من 10^15 ل 10^-15. مزبوط، هذول كلهم حفظ. هذول المطالبة فيهم بالامتحان. تمام، بالجدول بس ناقص العشرة. لأنه أنا ما بقدر أحط الجدول كله بالسلايد، وهذا اللي بحكي لكم إياه. ليش الكتاب مهم؟ الكتاب مهم لأنه أنا مش كل إشي بقدر أحطه بالسلايدات، بس أنا وأنا بشرح بقول لك شو اللي مطلوب منك، فأنت مهمتك ترجع على كتابك وتجيب المعلومات من الكتاب. تمام. أوكي. تفضل. هسا هذول السلايدات القديمة ندرس عليهم طبعا، أكيد بيساعدونا مع دراسة الكتاب. Of course. موجودين. نعم. على الإي ليرنينج تسجيل موجودين، PowerPoint Award موجودين، يعني موجودين PDF على الإي ليرنينج، ورح يكون. نعم. موجود برضو معاك الشرح اللي فيه صوتي اللي فيه مشروع على كل سلايد. نعم. شكرا. أوكي. دكتور، هلا الوحدة الأساسية متر عندنا إحنا؟ ما فيش وحدة أساسية، إذا قلت لك SI unit فيش إشي اسمه أساسي، كل الوحدات أساسية. يعني الـSI unit، الجدول اللي قبله هذا بدك تحفظه، اللي هو إذا سألتك سؤال شو هي الـSI unit base، الأساس للLength متر، الأساس للماس كيلو، هاي مكتوبة الأساس. أوكي؟ تمام. هلا انا المحاضره لما تفصل، لانه معي دقيقه، رح ننتقل مباشره على المحاضره الثانيه. ترجعوا لي على المحاضره الثانيه بس تفصل. اوكي. هلا انا حكينا وحلينا وحكينا انه هدول انا بدي اكون عارفه انه اللتر عباره عن